في فيديو النهاردة هنتكلم عن ملكة الفوازير والاستعراض الفنانة نيلي، وهنكشف ليكم عدد أزواجها وزواجها العرفي من شخصية مشهورة. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل اعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفنا. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. اسمها بالكامل نيلي أرتين كاليفيان. اتولدت نيلي في القاهرة يوم 3 يناير سنة 1949 وعندها دلوقتي 71 سنة. نيلي بترجع أصولها لعيلة أرمانية من مدينة حلب في سوريا، وهي أخت الفنانة فيروز الصغيرة، وكمان هي بنت خال الفنانة لبلبة. كان أول ظهور للفنانة نيلي وهي طفلة وكان عندها 4 سنين في فيلم الحرمان سنة 1953 مع الفنان عماد حمدي. وسنة 1966 قدمت نيلي أول بطولة ليها في فيلم المراهقة الصغيرة مع الفنان أحمد مظهر والفنان أحمد رمزي. بعد كده قدمت أعمال كتير في أواخر الستينات، منها فيلم دلع البنات وفيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة. وخلال فترة السبعينات قدمت برضو أعمال كتير ومتميزة، لكن أهم ما قدمته نيلي في فترة السبعينات هو اجتماعها مع المخرج فهمي عبد الحميد وقرارهم في تقديم فوازير رمضان، لكن بشكل جديد بيجمع بين الرسوم المتحركة والاستعراضات. وفي بداية التمانينات اتطورت فكرة الفوازير اللي بتقدمها نيلي بعد التعاون مع الشاعر والكاتب الكبير صلاح جاهين. وقدمت نيلي فوازير عروستي سنة 1980، وفوازير الخطبة سنة 1981، وفي سنة 1990 رجعت نيلي تعمل فوازير تاني بعد انقطاع 9 سنين، وفضلت تقدم الفوازير لحد سنة 1996. أزواج الفنانة نيلي: اتجوزت نيلي 4 مرات. أول مرة كانت من المخرج الراحل حسام الدين مصطفى، وكان بيحبها جدا وبيغير عليها، وكان أكبر منها ب 23 سنة. لكن رغم فرق السن ده إلا أن نيلي حبته لأنه كان رقيق معها جدا، وكان بيجيب لها كل يوم ورد تعبير منه عن حبه ليها، وتجوزه رغم رفض والد نيلي زواجها منه بسبب فرق السن الكبير اللي بينه. فسابت نيلي بيت والدها وتجوزت من المخرج حسام الدين مصطفى، وبعد جوازها 3 شهور بس طلبت منه الطلاق وقالت له أنا عايزة أروح، وفعلا حصل الطلاق بينهم بسبب فرق السن وغيرته الشديدة عليها. بعد كده اتجوزت نيلي من الملحن مودي الإمام أخو الفنان الراحل حسين الإمام، لكن جوازهم ما استمرش كتير بسبب غيرته الشديدة عليها وعدم التفاهم بينهم. وبعد طلاقها التاني قررت نيلي إنها تبعد عن الجواز من الوسط الفني وتجوزت من رجل الأعمال خالد بركات. وبعد جوازها من خالد بركات اعتزلت نيلي الفن وسافرت لندن مع جوزها، وقررت انها تنجب اطفال وتعيش بعيدا الاضواء، لكن حملها مكملش وحصل الطلاق بعد 2 سنين جواز. بعد كده اتجوزت نيلي جواز عرفي وفي السر من الخبير السياحي ورجل الاعمال عادل حسني، وكان سبب جوازهم السري ان زوجها عادل حسني كان متجوز في نفس الوقت الفنانة الهام شاهين، لكن برضه حصل الطلاق بينهم لانه كان عايزها تسيب الفن وتعتزل التمثيل. وحكت نيلي انها لما كانت متجوزة من عادل حسني اتعرض لحادثة مؤلمة، وقالت انها ما قدرتش تروح له المستشفى عشان تطمن عليه لان وقتها كان ليه زوجة تانية. فيديو النهاردة خلص، لكن لسه اسرارنا مخلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة واسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.